قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن الانتعاش الكبير في السفر الجوي بعد جائحة كورونا سيسمح لشركات الطيران العالمية بتقليص خسائرها للعام الحالي، متوقعا العودة إلى تحقيق أرباح في العام 2023. كما توقع الاتحاد عودة نسبة المسافرين إلى 83% من مستويات قبل الجائحة خلال العام الحالي. وأشار الاتحاد إلى أن شركات الطيران العالمية قد تصل خسائرها إلى 9 مليارات دولار و700 مليون في العام الحالي، بالمقارنة مع 42 مليار دولار في عام 2021. معنا للحديث أكثر عن حركة الطيران المدير العام للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي. أهلا وسهلا بك مهندس سامر. في البداية، هل لك أن تطلعنا على حركة الطيران عبر الملكية الأردنية إذا ما فعلا يعني عادت إلى سابقية عهدها ما قبل الجائحة؟ مساء الخير يا ستي، وطبعا يعني بحب أرحب في جميع المستمعين. أنا الآن في طبعا في مؤتمر الاتحاد العربي للنقل الاتحاد العالمي للنقل الجوي في الدوحة، وبالنسبة لحركة النقل بشكل عام وأيضا بشكل خاص بالملكية الأردنية، لقينا طبعا تعافي كبير جدا خلال هذا العام، وتسارعت هذه الحركة في بعد العيد يعني بشهر 5 وشهر 6. ومن ناحية يعني أولا نسبة امتلاء الطائرات وحركة المسافرين وخصوصا إلى الأردن، يعني حركة السياحة الوافدة بشكل أساسي على طائرات الملكية الأردنية، بالإضافة للحركة العامة من وإلى الأردن. فيعني فيما يتعلق في الحركة لقينا فيه تعافي كبير جدا وبكير، يعني موسم الصيف خلينا نقول بلش في بداية شهر 5. نعم، يعني عندما نتحدث أيضا عن الخطط الموجودة نتحدث أيضا عن التأثير على الأرباح والخسائر التي منيت بها الملكية الأردنية، وطبعا هناك تحديات موجودة أو لا تزال موجودة فيما يخص أسعار الطاقة تحديدا. كيف تأثرت أرباح الملكية بارتفاع أسعار الطاقة تحديدا؟ ابتداء لسه في نوعا ما في تأثير فيما يتعلق في جائحة كورونا، مع انه التاثير عم بتلاشى تدريجيا، ولكن لسه في يعني اثار سلبيه من اثر هذه الجائحه تتعلق في سلاسل التزويد بالعالم فيما يتعلق بالوقود، فيما يتعلق بخدمات الطائرات في المطارات وخصوصا المطارات الغربيه في اوروبا وفي امريكا نتيجه هذه الجائحه، التي طبعا ادت الى خروج اعداد كبيره جدا من العاملين في صناعة النقل الجوي وخصوصا في المطارات، يعني خروجوا من هذه الصناعة، والآن الصناعة تستعيد عافيتها، ولكن الجهات التي تدعم هذه وخصوصا في المطارات مش موجودة، فأصبح يعني صار في ضغط كبير على الإمكانيات لتخدم الحركة الجديدة، وهذا تحدي كبير جدا. طبعا كمان أيضا هذا أثر على عملية الوقود، يعني الإشكال اللي حاصل الآن في شرق أوروبا ونقص الموارد بشكل أساسي أثرت على أسعار الطاقة عالميا وخصوصا في قطاع الطيران. أسعار وقود الطائرة ارتفع من شهر 1 إلى اليوم بنسبة 100%، 100% من بداية هذا العام إلى الآن، وهذه نسبة كبيرة جدا. وقود الطائرات بتشكل حوالي الآن تقريبا من 35 إلى 40% من الكلفة الإجمالية لأي شركة طيران. نعم، فهذا له وقع كبير على نسبة الأرباحية. الإيرادات ارتفعت ولكن التكلفة ارتفعت أسرع وأكثر من الإيرادات. نعم، يعني بما أنك مهندس سابر موجود الآن في قطر في هذا المؤتمر، يعني كيف ترى أصداء هذا الارتفاع؟ يعني نحن نتحدث عن تغيرات عالمية أيضا على الطيران بشكل عام وعلى الأسعار، أسعار الطاقة تنعكس بشكل عام، ولكن هناك تفاؤل إلى حد ما بعودة حركة الطيران، فبالتالي هل الملكية الأردنية أيضا متفائلة بعودة نسب الإشغال أو حتى نسب السفر والمسافرين إلى سابق عهدها؟ هل من الممكن أن تقلص الخسائر بشكل أو بآخر؟
لا لا طبعا، يعني احنا متفائلين جدا، وزي ما بقول يعني كل شركات الطيران بما فيها الملكيه الاردنيه، وحتى بالعكس احنا من ناحيه الحركه استعدنا العافيه في الحركه من السنه الماضيه، ولكن طبعا صار في ارتفاع كبير جدا خلينا نقول من بعد العيد وطالع واستمرار لفتره الصيف، فيعني في تفاؤل كبير جدا في الحركه. الإشكالية في التكلفة، وحتى لو زادت الأسعار التذاكر وزادت نسبة الامتلاء على الطائرات ما بتعوض هالنسبة الهائلة في زيادة أسعار الوقود، يعني زي ما تكلمت 100% زيادة بأسعار الوقود وقود الطائرات، فطبعا في زيادة بالإيرادات، ولكن الزيادة بالكلفة أعلى من الزيادة بالإيرادات، ولا نستطيع زيادة أسعار التذاكر يعني في شكاوي كثير بشكل عام على أسعار التذاكر وخصوصا في فترة الصيف، يعني المسافر ما بتحمل أكثر من هيك، وفي نفس الوقت شركات الطيران عم بتعاني من مشكلة أسعار الطاقة. عندما نتحدث عن الخطط المستقبلية أيضا هناك خطة على الرغم من ذلك لاستبدال جزء من أسطول الطائرات، فمتى سيتم صحيح. ذلك وكيف سينعكس على أداء الملكية الأردنية أو حتى على إيراداتها؟ ما هي أيضا عدد الطائرات إذا ممكن؟ أكيد أسطول الملكية الأردنية بحاجة إلى تحديث، حاليا إحنا عندنا 17 طائرة من الحجم الوسط والصغير، سيتم استبدالهم ب 30 طائرة، يعني استبدال زائد نمو خلال فترة الخمس سنوات القادمة، وفي نفس الوقت بعدين راح نعالج أيضا تكبير وتحديث الأسطول الكبير اللي هم طائرات الحجم العريض الـ 787. فأسطول الملكية الأردنية إن شاء الله بالخمس سنين القادمة راح يعني تقريبا 80 أو 90% من الزيادة بحجم الطائرات وحجم الوجهات، ففي تفاؤل كبير جدا في عملية نمو الملكية الأردنية، ويعني استعداء يعني عملية استعادة نشاطها وتنافسيتها بشكل أساسي للاستمرار في خدمة البلد وتشجيع حركة السياحة. نعم. يعني بما أنه ومتفائلين جدا يعني أنه عملية الزيادة بالكلفة إن شاء الله بعد فترة يعني ترجع وتستقر بمعدلات طبيعية. عندما نتحدث عن التنافسية يعني بالتأكيد هناك تنافسية كبيرة فيما يخص أيضا الطيران منخفض التكاليف، ولكن يبقى الملكية الأردنية هي النقل الوطني، فبالتالي هل هناك أي دعم من الحكومة للملكية الأردنية اليوم؟ يا ستي طبعا الحكومة الأردنية دائما تدعم الملكية الأردنية، هي الشركة الوطنية، وهي طبعا غير أنها يعني تحاول تشتغل على أسس تجارية حتى ما تكون عبء على الحكومة، وفي نفس الوقت لها واجب وطني في ربط الأردن مع العالم ويعني بكل أنحاء العالم، مش بس يعني نقاط في أوروبا في بتنافس مع شركات منخفض التكاليف، ولكن هي تربط الأردن مع كافة أنحاء العالم، مع أمريكا، مع أفريقيا، مع الشرق الأقصى ومع المنطقة بشكل أساسي، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط نفسها. ولكن هل كان هناك أي خطة لرفع هذا الدعم يعني ضمن التحديات الموجودة بالنسبة للملكية صحيح. الأردنية؟ والآن إحنا في حديث مع الحكومة متواصل لرفع رأس مال الملكية الأردنية لتخفيف من آثار الجائحة التي حصلت، لأنه صار في تدني في رأس المال نتيجة الجائحة، نتيجة عدم إمكانية الملكية الأردنية للطيران أثناء فترة الجائحة، فالحكومة عم تحاول جاهدة في عملية إعادة الاستثمار في الملكية الأردنية حتى تقدر تقوم بواجبها في خدمة هذا البلد وتحديث أسطولها والاستمرارية في التنافسية. ما هو الرقم المطلوب بالنسبة لرفع رأس المال تحديدا؟ احنا طبعا يعني خسارة الملكية الأردنية أثناء الجائحة، سنة الجائحة 2020 و2021 فوق 200 مليون، لكن إمكانيات الحكومة متواضعة لأنها عندها أولويات كبيرة جدا. نعم. يعني الآن في تفاوض في بنسبة من هذه الخسارة التي منيت فيها واللي نزلت فيها رأس المال، الحكومة تقوم في الاستثمار في جزء من هذا المبلغ، وطبعا احنا مستمرين
في التعاون يعني هل تم التوافق فعليا على يعني نسبه معينه ان كان 50% مثلا من المبلغ او ما يقارب ذلك وان كان بالدينار او بالدولار؟ لا طبعا صار في توافق على تقريبا 30% او فوق 30%، وان شاء الله المستقبل حسب امكانيات الحكومه سيتم اعاده الاستثمار في الملكيه الاردنيه حسب الاولويات اللي موجوده. سامر المجالي المدير العام للملكيه الاردنيه، شكرا لك.